يركز تقرير منظمة العفو الدولية على ما يقول إنه حقائق ووقائع وعينات جرت متابعتها في الميدان، ومحصلتها أن الأطفال هم الضحايا الرئيسيون للحملة التي ينفذها الجيش السوري في غالبية المناطق السورية. وتقول دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري أمنستي للأزمات الدولية التي زارت شمال سوريا مؤخرا، إن الدبابات السورية تتولى القصف على المدن والقرى والأحياء السكنية لأنه لا يوجد لديها أهداف عسكرية محددة، وبطبيعة النتائج أن المدنيين هم من يتضرر من هذا القصف باعتبار أن المقاتلين يعرفون كيف يتدارون في المعارك. وتخلص روفيرا إلى المطالبة بعدم استخدام هذا النوع من السلاح في القتال الداخلي، وإنه يجب سحبه من التداول. التقرير الذي عرضته أمنستي في مؤتمر صحفي يستند إلى لقطات فيديو عن التحقيقات الميدانية المباشرة التي صورتها المنظمة في النصف الأول من الشهر الجاري في مناطق عدة من حلب وإدلب، جبل الزاوية والمناطق الشمالية لحماة. ويورد التقرير أمثلة عدة عن أحداث قضى بها 8 مدنيين من جراء سلسلة من الغارات الجوية على كفر العوايد في جبل الزاوية، 5 منهم أطفال، ومقتل 7 من الضحايا في حفل زفاف في المنازل المجاورة، ومقتل طفل في 6 من عمره أثناء شراء القبس. وما لاحظه التقرير أن أعمال القصف تستهدف تجمعات مدنية للمواطنين عند الأفران أو بالقرب من المستشفيات ومحطات الوقود أو الملاجئ، مما يعني التعمد في القتل، وهو ما يعتبر جريمة حرب وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني. لكن المجتمع الدولي كما يقول التقرير لا يزال مشلولا، وتمزقه الخلافات التي حالت حتى الآن دون أي ضغوط فعالة على المسؤولين عن مثل هذه الهجمات، ابتداء من الجهات المسؤولة عن إعطاء الأوامر وهبوطا في سلسلة القيادة. وينبغي أن يعلموا كما يقول التقرير أنه ستتم محاسبتهم، ولن يكونوا قادرين على الاختباء وراء عذر إطاعة الأوامر. ودعت أمنستي مجلس الأمن الدولي إلى وضع الخلافات الدولية جانبا وتسريع المحاسبة عن طريق إحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لضمان تقديم مرتكبي جرائم الحرب هذه وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي إلى العدالة، وإرسال رسالة قوية إلى المسؤولين عن جرائم الحرب أن الوقت للإفلات من العقاب قد انتهى. ويشير التقرير إلى مقاتلي المعارضة الذين يستخدمون مدافع الهاون أو حتى الأسلحة العشوائية في المناطق السكنية المأهولة بالسكان، مما يعرض المزيد من السكان المدنيين للخطر. وقال التقرير إن جماعات المعارضة المسلحة السورية والذين ينتمون إلى الجيش السوري الحر يجب أن يكون واضحا لهم ولجميع الأشخاص الخاضعين لقيادتهم أن حقيقة أن القوات الحكومية تنتهك القانون الدولي الإنساني لا يعفي الانتهاكات الجسيمة المماثلة من جانبهم، وأن مثل هذه الانتهاكات لن يتم التسامح معها. عصام عبد الله، BBC.